خطيرة من جانب التعاون إلى تالانداي، لكن تالانداي بالكعب لم ينجح تالانداي، يخطفها من جديد خطاب النجار، خطاب أنشط لاعبي التعاون يلعب كرة عرضية وفي الأخير بين أحضان الحارس عمار مسعود حارس مرمى خليل السرد. هرب الأبيار، واحد يمر يحاول التسديد من بعيد لكن يحافظ على كورته ويبحث عن زميل، وصلت الكرة إلى ممادو، يصوب من بعيد ممادو وفتحي الطلحي ومن جديد بطل يا فتحي يا طلحي، برافو، تصويبة كانت من ممادو، ينجح فتحي الطلحي في الإبعاد الأول والإبعاد الثاني من المهاجم التيرندادي. أنشط لاعبي التعاون خطاب يرفع كرة في القائم الثاني، وصلت وهو يا طه يا شلوي، برافو، ركنية نفذت من أحمد جمال مقوسة في القائم الثاني ويبعدها الحارس عمار مسعود. لقت طه وأحمد جمال، أحمد إلى الشلوي محمود يرفع كرة داخل مناطق الجزاء، وصلت إلى تالانداي رأسية، الخروج الخاطئ من الحارس لكن الدفاع يبعدها، بيدي يروض الكرة ويبحث عن العرضية، يلعب كرة عرضية تالانداي بالرأس لكن مرت سهلة على دفاع الخليج، فرج عبد الحفيظ في محاولة لكن باليمنى سهلة، الطيب يتقدم الطيب لكن المرور الأول ناجح لكن في الأخير كرة أبعدها الدفاع. حسين العبيدي يلعب كرة طويلة مع انطلاقة ماهر بولابيار، انفراد مع ماهر بولابيار، خطيرة كرة لكن إلى أين؟ الإبعاد من جانب الدفاع من وليد حسن، ماهر بولابيار استغل خروج خاطئ من جانب فتح الطلحي ولعب كرة من فوق الحارس لكن كورته كانت سهلة ولحق عليها المدافع وليد حسن والذي أبعدها بدوره إلى الركنية. أوه يا وليد يا حسن، بالقيد في وسط أرضية الملعب يفكر في التسديد من بعيد، يصوب كورته لكن الكرة على مرتين من جانب فتح الطلحي حارس التعاون. فرج عبد الحفيظ داخل مناطق الجزاء، محاولة فرج، فرج يبحث عن أحد المسددين، يلعب إلى أحمد جمال، أحمد يلعب كرة عرضية والمطالبة بلمسة يد لكن الحكم يأمر باستمرارية اللعب. عادت للخليج عكسية، واحدة واثنين خطيرين فريق الخليج في العكسيات، إلى ممادو يصوب من بعيد لكن الكرة تصطدم بفتح الطلحي، فريق خليج سرت ليستخلص هذه الكرة، بالقايد على جهة اليمنى يلعبها مع سالم ضيف الله، محاولة عرضية داخل مناطق الجزاء خطيرة للخليج، لا زالت الكرة خطيرة، محاولة تسديد لكن يبعدها الدفاع الشتاوي، لا زالت للخليج يصوب لكن عالية إلى أين يا بالقايد، ولعب كرة من جانب فرج إلى علي الشتاوي، واحدة واثنين إلى الطيب العبيدي، الطيب يخطأ وعادت إلى فرج عبد الحفيظ، يرفع كرة فرج لكن دفاعات الخليج تبعد هذه الكرة، عادت إلى الطيب العبيدي، الطيب لكن الكرة في الأخير صافرة الحكم تعلن عن ركلة مرمى وسط احتجاجات ومطالبة من جانب لاعبي التعاون والطاقم الفني بوجود ركلة الجزاء على الطيب العبيدي، لكن قرار أول وأخير جاء من محمد المجبري ليعلن عن استمرارية اللعب والكرة أصبحت ركلة مرمى لمصلحة الخليج. آخر الثواني وآخر الدقائق نعيشها في هذه المباراة أعزائي المشاهدين، والصافرة تأتي لتعطي خطأ الكرة، كرة من جديد في وسط أرضية الملعب، وفي هذه اللحظة بالذات أعزائي المشاهدين تأتي صافرة محمد المجبري لتعلن عن نهاية المباراة بين الخليج والتعاون بالتعادل السلبي.